ارتفاع أسعار البيض بصفته مصدراً رخيصاً للبروتين وبديلاً للحوم يمثل أزمة كبيرة على مائدة الفئات الأقل حظاً ومحدودي الدخل. وإليكم بعض الأرقام. 110 مليارات دولار أمريكي هي الإيرادات المتوقعة لقطاع البيض العالمي في 2022. الصين وحدها مسؤولة عن 18 مليار و130 مليون دولار من حجم الإيرادات العالمية للبيض، بينما الولايات المتحدة مسؤولة عن 13 مليار دولار. 5.7 كيلوغرامات هو متوسط الاستهلاك العالمي للفرد للبيض بنهاية 2022. 26 سنتا هو متوسط سعر البيضة في الولايات المتحدة، وهو ضعف ما كانت عليه في أول العام الجاري. 6 دولارات و17 سنتا هو سعر درزينة البيض في سويسرا، وهي الأعلى على مستوى العالم. أما أعلاف الدواجن فقيمة السوق في 2020 بلغت 110 مليارات و800 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى ضعف هذا الرقم بحلول عام 2031.